بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاء والسلام. محبي وأوفياء قناة عالم الطيور، مرحبا بكم في فيديو مهم جدا حول موضوع أفضل دواء لتقوية مناعة طائر السمان في الصيف. أرجو من المشاهدين الجدد دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. أفضل وأقوى دواء لتقوية مناعة طائر السمان، خاصة ونحن في فصل الصيف والحرارة مرتفعة، هو فيتامين دي 3. لذلك أرجو من جميع مربيي هذا الطائر متابعة معي الفيديو للنهاية لتكون الاستفادة تامة، وفي آخر الفيديو سيكون هناك شرح لطريقة تحضير وتقديم هذا الدواء مع المقادير. أولا سوف أقوم بذكر فوائد فيتامين دي 3 لطائر السمان. أول شيء، فيتامين دي 3 غني بالكالسيوم، والكالسيوم عندما نقوم بتقديمه إلى الطيور يقوم بتقوية مناعتها وتقوية هيكلها العظمي وزيادة حجمها وزيادة حجم الطائر، أي يعني زيادة وزنه عند الاستهلاك. كذلك مد الطائر بالكالسيوم يعني زيادة إنتاج البيض وتقوية القشرة الخارجية للبيضة. أيضا يعتبر فيتامين دي 3 غني بمجموعة من المغذيات الأخرى التي تقوي مناعة الطائر، خاصة الأمراض التي يتعرض لها بسبب نقص النظافة. ولهذا يجب على جميع مربيي السمان تقديمه، خاصة في فصل الصيف، مرة على الأقل في الأسبوع. ملاحظة هامة، قبل تقديم الدواء للطيور يجب تركها للعطش على الأقل ساعتين من الزمن، كذلك من أجل الحصول على نتائج أحسن. يتوفر فيتامين دي 3 على شكل سائل فقط، وتستطيع شراءه بكميات صغيرة فقط حسب الطلب. الآن سوف أشرح لكم طريقة تقديم هذا الفيتامين. فبعد ترك الطيور للعطش مدة ساعتين، نقوم بمد شرابة الماء سعة 5 لترات بالماء الصالح للشرب، ثم نقوم بوضع ملعقة صغيرة من فيتامين دي 3 في الماء، ونقوم بتقديمها للطيور مباشرة. وفي الأخير لا تبخلوا علينا بوضع علامة إعجاب للفيديو تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. أراكم في فيديوهات لاحقة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.